اللي حصل ان شاء الله يعني السنه اللي فاتت هو حفل الفطار الجماعي حلاوتها في لمتها. النهارده انا شرفت ان انا اكون من ضمن المنظمين اليوم النهارده. الحمد لله اليوم عدى على خير بشكل كبير قوي، بحضر الدكاتره واعضاء التدريس. اليوم مشي على محمل سلس جدا، فطار قبل المغرب وبعد المغرب فقرتين انشاد، دلوقتي فقره العاب الخفه، وبعدين هنختم بمواهب الجامعه ان شاء الله. يعني الحمد لله النهارده كان اكتر يوم تنظيم، بشكر كل المنظمين معايا النهارده، وبشكر طبعا تواجد شفاف لتاني سنه على التوالي، يعني دايما معانا على طول في كل حاجه. والحمد لله حضرتك ممكن تشوف الفيدباك كله عن الناس كلها، الحمد لله ما فيش اي مشاكل خالص، والناس كلها مبسوطه، ودايما نوعدكم بالافضل ان شاء الله.